أهلا بكم. هنتكلم عن حركة الثعابين، كيف بتمشي، كيف بتتحرك. الثعابين من الحيوانات المميزة لأنه ما عندها أطراف خارجية، مع كده بتجري، بتصطاد، بتتسلق، بتسبح، كل حاجة بتسويها بدون الحاجة لأطراف خارجية. الثعبان عنده عمود فقري في أكثر من 200 فقرة عظمية. الثعبان عنده إمكانيات كبيرة جدا بتخليه يتحرك بطريقة يمكن ما في حيوان بينافسه في الطريقة هذه. عندنا عدة حركات للثعبان. الحركة المتموجة اللي بتسويها غالب الثعابين أو الثعابين النموذجية عادة اللي هي التموج والانتقال بسرعة. الحركة الثانية اللي هي الحركة الجانبية. عندنا الأفاعي المقرنة أو اللي بتعرف باسم السايد ويندر بتتحرك على جنب، طريقتها غريبة، مشيها غريب، في نقطتين تماس هي اللي بتخلي الثعبان بيتحرك بالطريقة هذه. في نوع ثالث من الحركات، الحركة الخطية بالاعتماد على الحراشف السفلية. الثعابين عندها حراشف من الأسفل، حراشف طولية، الحراشف هذه بيصير فيها انقباض وانبساط بتخلي الثعبان يتحرك بشكل خطي أو بشكل مستقيم، لكن هذه كلها ولا حاجة مقارنة بالحركات اللي بيسويها الثعبان. الثعبان يقدر يتحرك للأمام وللخلف في وقت واحد. الثعبان يقدر يحرك جزء من جسمه، أي جزء يحتاج يحركه بيحركه بكل بساطة. الثعبان ممكن يمشي وثلثين الجسم مرفوعة عن الأرض. الثعبان ممكن يتحرك وجسمه معلق في شجرة أو في مكان عالي. الثعبان ممكن يعمل حركات دائرية أو التواءات بتشكل بناء على حاجته. يعني لو دخل جحر على سبيل المثال، بيدخل الجحر وبيلوف نفسه في الداخل بطريقة انسيابية سهلة. حركات مميزة فعلا، أشياء صعب أنه أي حيوان تاني يعملها. وقلنا أنه العمود الفقري اللي عند الثعبان هو اللي بيخليه يسوي الأشياء هذه. حركة الثعابين حركات مميزة، فيها إبداع، فيها قدرات فائقة، محتاجة وقفة، محتاجة تأمل، محتاجة نشوف كيف حيوان واحد عنده القدرة أنه يتحرك بشكل غريب، بشكل عجيب، يتحرك للأمام للخلف، بيتسلق، بيجري، بيصطاد، كل حاجة بيسويها، مع كده ما عنده أي أطراف خارجية. أتمنى من كل واحد أنه يوقف لو لحظة يتأمل ويشوف كل شيء حواليه. ما بتكلم على الثعابين بس، كل حاجة فيها إبداع، كل حاجة فيها عمق، محتاجين مجرد وقفة وتأمل. تحياتي أعزائي متابعين اليوتيوب، لو أعجبتكم الحلقة وحابين تتابعوني على قناتي ويوصلكم كل جديد، الرجاء الضغط على زر سبسكرايب. تحياتي.